الاهلي ان شاء الله غدا هيستعد لاولى مباريات وافتتاحيه السوبر ليج، مباريات الدوري الافريقي. واولى المباريات باذن الله هتكون يوم الجمعه المقبل، لقاء الافتتاح ما بين سيمبا التنزاني والاهلي على ملعب بنيامين مكابه في دار السلام. الملعب اللي بيسع حوالي 60,000 متفرج. نقدر نقول من دلوقتي وقبل موعد المباراه بحوالي 6 ايام التذاكر نفدت بالكامل، كل الدرجات اللي تم طرحها للجماهير نفدت بالكامل. وده يطرح لحضراتكم ليه الفكره ان الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي لما فكر في استحداث بطوله السوبر ليج للمباراه الافتتاحيه تبقى في تنزانيا، لان خلال السنوات الاخيره حتى في عصر الكورونا وفي معمعه الكورونا في كل دول العالم كانت تنزانيا هي الدوله الوحيده اللي بتسمح بالحضور الجماهيري، لدرجه ان الاهلي لما سافر تنزانيا ولعب مع سيمبا كان في حضور ما لا يقل عن 55,000 متفرج. فبالتالي ملعب بنيامين مكابا يوم الجمعه المقبل اللي هيستضيف اللقاء الافتتاحي وافتتاح بطوله السوبر ليج بين سيمبا والاهلي هيكون كامل العدد بحضور الجماهير. والتذاكر اتطرحت منذ حوالي 3-4 ايام، وكلنا شفنا اسعار التذاكر، يمكن اغلى تذكره سعرها لا يتخطى ال 2000 جنيه يعني، بعد طبعا الشنل التنزاني لما بتشوفها بالعمله المصريه يعني اختلفت درجات التذاكر، لكن اعلى تذكره اللي هي الفي في اي بي سعرها لا يتخطى ال 2000-2500 جنيه، لكن بخلاف ذلك التذاكر كلها في المتناول. وبالتالي كل التذاكر نفدت بالكامل، وده من خلال موقع سيمبا التنزاني اللي اعلنوا بالامس بعد طرح العديد من التذاكر. كلنا عارفين كمان ان حفل الافتتاح هيكون تحت رعايه وشعار الفيفا والكاف، يعني الفرقتين لما يجي ينزلوا ارضيه الملعب سواء الاهلي او سيمبا مع طاقم التحكيم بقياده الموريتاني دحان نابيده هيكون المفروض الطبيعي علم الاتحاد الافريقي او شعار الاتحاد الافريقي، ولكن البطوله دي هيبقى فيه شعار الاتحاد الافريقي وشعار الاتحاد الدولي مع علم النادي الاهلي مع علم نادي سيمبا التنزاني، هيصطفوا في الدخول لارضيه الملعب مع طاقم التحكيم وتبدا مراسم انطلاق البطوله، وهيسبق ده حوالي حفل افتتاح مدته حوالي 10 دقائق. طيب انا الاسبوع اللي فات كنت كلمتكم عن ان كل الانديه سجلت لاعبيها وكان اخر ميعاد للتسجيل يوم 10 اكتوبر. يمكن لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها لسه في انديه بتواصل التسجيل، يعني حتى الاتحاد الافريقي ما عملش ديدلاين او في غرامات او امور قانونيه في مساله اللي هيتاخر عن التسجيل، ولكن لغايه اللحظه اللي بتكلمكم لغايه دلوقتي فيها التسجيل شغال لبعض الانديه ابرزهم مثلا مازيمبي وانيمبا، لكن الاهلي سجل، الوداد سجل، الترجي سجل، صن داونز سجل، يعني معظم الانديه اللي هتشارك في السوبر ليج سجلت. الاهلي على فكره قائمه ال 30 لاعب ما فيهاش مفاجآت، يعني قائمة ال 30 لاعب كل اللاعبين اللي أنت ممكن تتخيلهم في القائمة الحالية وبيشاركوا بشكل أساسي مع الأهلي موجودين في قائمة السوبر ليج، يعني القائمة 30 لاعب. من المفترض فيهم 3 حراس مرمى، ولكن الأهلي سجل في ال 30 4 حراس مرمى. الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، الأربع حراس متسجلين في قائمة ال 30 لاعب في قائمة السوبر ليج اللي هتشارك في البطولة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر، حتى قائمة اللاعبين الأجانب الستة موجودين. علي معلول، أليو ديانج، بيرسيتاو، رضا سليم، أنتوني موديست، محمد داكريستو موجودين. لو بتتكلم على اللاعبين الصاعدين كريم الدبيس موجود، أحمد نبيل كوكا موجود. لو قلقان من فكرة إن لبعض اللعيبة المصابة هل ممكن تلحق مباراة السوبر ليج ولا لأ، الجهاز الفني للأهلي عمل حسابه وسجل. عمرو السولية موجود في القايمة، محمود متولي موجود في القايمة، كريم نيدفيد موجود في القايمة، صلاح محسن موجود في القايمة، كريم فؤاد اللي أصيب بالعضلة الضامة في الفترة الأخيرة موجود في القائمة. أنا بس بديكوا يعني صورة عامة لقائمة الأهلي في السوبر ليج، ويمكن أعتقد الكلام ده هتسمعوه لأول مرة، لكن احنا دايما بنحب نطمن حضراتكم على كل التفاصيل قبل ما حد يجتهد ويقول لكم خبر غلط أو معلومة غلط. فكل اللاعبين المتاحين في القائمة في ظل إن القائمة المحلية السنة دي بقت 30 لاعب، فالأهلي أساسا ما سجلش 30 لاعب محلي، أعتقد الأهلي كان سجل 28 أو 29 لاعب، فلسه في مكان أو اتنين فاضي بخلاف الاستبدال اللي ممكن يكون في يناير في القائمة المحلية. ولكن في السوبر ليج كل اللاعبين دول متسجلين معاك، وبالتالي انت عندك قوام جيد جدا في بطوله السوبر ليج. على فكره في انديه ثانيه سجلت حوالي 25 لاعب، يعني في انديه سجلت 25 لاعب، لكن الاهلي سجل 30 لاعب، ودي ابرز اللاعبين اللي موجودين في القائمه. كوكا، كريم الدبيس، الست لاعبين الاجانب، الحراس المرمى موجودين بالكامل، خط الدفاع متولي، ربيعه، ياسر، منعم، خالد عبد الفتاح مع محمد هاني مع اكرم توفيق، علي معلول، وسط الملعب مثلا اللي بعيد بقاله فتره مثلا ما بيشاركش كريم نيدفيد لا موجود، يعني كل الاسامي اللي انت ممكن تتخيلها حتى لو كانت بعيده كولر خد قرار ان يكونوا موجودين في قائمه ال 30، ودي القائمه المختصره اللي هيشارك بيها
في لقاءات السوبر ليج. القائمة دي على فكرة يوم مباراة سيمبا، يعني يوم الجمعة اللي جاية، الـ30 دول في الاجتماع التحضيري يوم المباراة هتختصر لـ23. ممكن كولر يسافر الأربع الجاي بـ30، ممكن يسافر بـ23 بس اللي هيلعبوا المباراة. ده أمر يتوقف على اختيارات مارسيل كولر، ولكن يوم المباراة الصبح أنت بتختار الـ23 من الـ30، لأن الـ23 دول داخلين قائمة المباراة. 11 لعيب في الملعب و12 لعيب على الدكة، 11 لعيب أساسي و12 لعيب على الدكة. هيتعاملوا في البطولة دي وكأنك بتلعب كأس عالم، عكس نظام دوري أبطال إفريقيا. عندك التغييرات، 5 تغييرات من الـ12، مسموح بـ3 فرص في التغييرات. هتكلم كتير على تفاصيل البطولة والأمور التنظيمية في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله، بنجهز لها عشان نعملكم حلقة شاملة كده عن السوبر ليج قبل سفر الأهلي إن شاء الله إلى تنزانيا، عشان كل التفاصيل تسمعوها من خلال شاشة قناة الأهلي. فدي أبرز الأمور المتعلقة باستعدادات الأهلي لمباراة سيمبا، وغدا إن شاء الله استئناف التدريبات، وفي انتظار عودة الدوليين، لأن كولر أجل ميعاد السفر ليوم الأربعاء عشان لعيبة الأهلي اللي موجودة في منتخب مصر تكون رجعت يوم 17 تنتظم في التدريبات وتسافر يوم 18. وقلت لكم موقف اللاعبين الأجانب في الفترة اللي جاية إزاي هيقدروا يوصلوا، والحمد لله يعني موضوع بيرستاو موجود مع الأهلي من القاهرة. علي معلول هيصل تنزانيا قبل وصول الأهلي بحوالي 2 أو 3 ساعات. شفنا امبارح علي كان بيلعب مباراة تونس وكوريا الجنوبية، وموجود معاهم إن شاء الله في مباراة اليابان، ومن مباراة اليابان يطير مباشرة إلى تنزانيا، والرحلة يتتخللها ترانزيت واحد في أبو ظبي. لكن إن شاء الله علي هيوصل قبل وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا بإذن الله. دي كانت بداية مهمة جدا نتكلم على الأهلي واستعداداته لمباراة سيمبا، لأن الفترة الجاية لا حديث يعلو فوق مباريات السوبر ليج والدوري الإفريقي اللي إن شاء الله بإذن الله نفضل نتكلم عليه لغاية 11 نوفمبر لما نوصل النهائي ونشارك في البطولة بشكل جيد جدا، لأن الأهلي بالتأكيد هو المرشح الأول للفوز باللقب، والقرعة من حسن حظ الفيفا والكاف يعني هي أصفرت عن وجود الأهلي مع سيمبا، عشان بداية جماهيرية لبطولة كبيرة لسه ضربة البداية ولسه الاستعداد ليها بشكل جيد بعد سنة كاملة كان فيها زيارات وورش عمل في الفترات الأخيرة.